FM. الكلمة ليك. بنسب متفاوتة تم إنجاز معظم النقاط اللي تم إنجازها، بعض نقاط أخرى شهدت شوية تأخير لعدة الأسباب، وربما فما بعض جهات تأخير حتى جاء من بعض تعطيلات المشاريع. لكن في هذا الكل احنا في السنة هذه، لو أن مشاريع وزارة الفلاحة المبرمجة من سدود ومن محطات تحلية ومن محطات تجهيز تمت في وقتها، رانا في من سنة 2010-2011 ما كناش في الوضعية هذه. تم بعض منشآت، تو كنت نتحدث على محطة التحلية بجربة، يلزمها كانت تكون حاضرة في 2010، وقت نتحدث على سد السعيدة اللي في أحواز تونس، اللي باش يعطي لتونس ويعطي الوطن القبلي ويعطي للساحل يأمن نسبة كبيرة. السد هذا باش ينطلق السنة هذه، كان معناتها كان المفروض راهو حاضر من 2010 و2011، يعني ثم تأخير في إنجاز عديد المشاريع لعدة اعتبارات، خلى وأن الوقت الحاضر عندنا عديد المنشآت لو تمت في وقتها ما كناش في الوضع هذا. لكن هذا ما كفاش، وأن يعني عملنا السنة الفارطة والسنة هذه مجهود استثنائي لاستكمال المشاريع المعطلة، لتسريع في إنجاز المشاريع المعطلة خاصة المشاريع الكبرى، وانطلاق المشاريع اللي كانت مبرمجة، وهذا يظهر بالطبع من خلال نسبة إنجاز مشاريعنا السنة الفارطة ونسبة استهلاك الميزانية والسنة هذه والميزانية المستقبلية. الكلمة ليك.